الحقيقة اللي عنده المعلومات أو اللي في مكان اتخاذ القرار اللي تحت إيده الأرقام تحت إيده الخرائط ويعرف حجم التعديات أكيد أكيد لازم يقلق، يقلق على مستقبل البلد، مش بس مستقبلها ده كمان حاضرها المعاش، لأن الأرقام أرقام التعديات سواء على نهر النيل، المجاري المائية، الترع، القنوات، البحيرات، على الأراضي الزراعية أرقام خطيرة، أرقام مش قليلة. تخيلوا حضراتكم كان لسه سيادة المحافظ عادل غضبان محافظ بورسعيد بيتكلم على الموجه ال 18، يعني دي يعني قبلها كان في 17 موجه لازاله التعديات. تخيلوا حضراتكم الموجه ال 18 بدات من اسبوعين يوم 13/9 هتكمل لسه لغايه 3 اكتوبر. تخيلوا حضراتكم في الاسبوعين دول تخيلوا كم الازالات اللي حصلت على اماكن تعدي، يعني على حالات تعدي، بنتكلم حتى الان في خلال الاسبوعين دول 5226 مبنى مخالف في المحافظات. تخيلوا حضراتكم دي في الموجة 18، يعني في 17 موجة قبلها كانت بتشيل برضو، لكن حتى الآن في ال 18 في الأسبوعين دول 5226 مبنى، ده بالنسبة للمباني تعدي على مجرى نهر النيل وخلافه يعني. طيب التعدي على الأرض الزراعية كام حالة دلوقتي في خلال الأسبوعين دول تم التعامل معاهم وتم الإزالة 2208 حالة. تخيلوا حضراتكم الأرقام وإحنا بنتكلم في الموجة 18 لمواجهة التحديات، عبء كبير، مسؤولية كبيرة على مش بس المحافظات ولكن على كل الأجهزة المعنية وعلينا إحنا نفسنا كمواطنين، لأن ده في النهاية هو ده مصلحتي، هو ده الواقع اللي أنا بعيشه، ده هيأثر عليا وهيأثر على اللي يجي كمان بعدنا. برحب بالدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. دكتور خالد مساء الخير، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عمرو، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. الموجه 18 بقالها اسبوعين ارقام كبيره جدا في التعامل مع التعديات المختلفه، النهارده كمان في توجيه بست شهور للقضاء على هذه التعديات، حضرتك شايف التوجيه ده ازاي؟ كتنميه محليه هتتعاملوا مع الامر ازاي؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه بالفعل الموجه 18 لازاله التعديات على املاك الدوله المصريه وده استرداد حق الشعب المصري، هتتنفذ على ثلاث مراحل، الأولى ابتدت في 13/9 وهتنتهي في 3/10، المرحلة الثانية هتبتدي في 11/10 وتنتهي 29/10/2021، والمرحلة الثالثة هتبتدي 6/11 وهتنتهي إن شاء الله 26/11. الموجة 18 بتستهدف إزالة أكثر من 16,000 مبنى مخالف في كافة المحافظات المصرية على مساحة تقدر بحوالي 14 مليون متر مربع. 14 مليون متر مربع؟ أيوة يا فندم. كما تستهدف أيضا إزالة 2260 حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة تقدر ب 12500 فدان. احنا في خلال مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه تلقى من غرفه عمليات واداره الازمات بالوزاره واللي بتعمل مع غرف الازمات والعمليات اللي موجوده في المحافظات المصريه من ضمن تكليفات اللجنه العليا لاسترداد اراضي الدوله برئاسه المهندس شريف اسماعيل مساعد السيد رئيس الجمهوريه، ومع التعاون مع قوات انفاذ القانون على ارض المحافظات المصريه نجحت بالفعل في ازاله حوالي يعني 5226 مبنى خلال ال 11 يوم الاولانيين. بالظبط رقم كبير جدا في جميع المحافظات المصريه، يعني احنا بنتكلم دلوقتي يعني تيجي محافظة الشرقية في المرتبة الأولى أزالت 906 مبنى مخالف على مساحة 177 ألف متر مربع، يليها البحيرة 492 مبنى تم إزالتهم على مساحة 51 ألف متر مربع، ويليها الدقهلية 410 مبنى مخالف على مساحة 25 ألف متر مربع، يليها المنيا قامت بإزالة 355 مبنى على مساحة 32. دلوقتي يا فندم يعني مثلا اللي هو عادل غضبان بيقول لي هيدخل دلوقتي في اجتماع مع السيد مدير أمن بورسعيد عشان يحطوا خطة التحرك بتاع بكرة، من بكرة يعني هيبقى في ال 18 هتعلى كمان من بكرة. طيب هل نفس الأمر في باقي المحافظات؟ لا شك طبعا يا فندم، التوجيه والتكليف طبعا صادر وبناء عليه جميع المحافظات المصريه هتشتغل على انجاز هذه التكليفات بالتعاون مع قوات انفاذ القانون على ارض المحافظات المصريه.
لإزالة أي تعديات على أراضي الدولة ضمن المستهدف، وعلى كذلك سواء كانت أرض بالبناء أو زراعة على أراضي الدولة. لأنه يعني لو جينا اتكلمنا النهاردة مثلا هنلاقي يعني في خلال 10 أيام الأولانيين 2208 حالة تعدي على أراضي زراعية تم إزالتها، تقدر بحوالي 10789 فدان، والمحافظات شغالة. وأكد معالي الوزير اللواء شعراوي أن متابعة سيادة الرئيس لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر طبعا زي ما حضرتك شفت النهاردة في دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل الحزم والحشم. طب النهاردة دكتور خالد سيادة الرئيس اتسأل سؤال أو سأل سؤال حتى كان بيوجهه لسيادة وزير الري، بيقول كنتوا فين والتعديات دي بتحصل؟ فالحكومه كانت فين؟ المحافظات كانت فين؟ الامن كان فين؟ فين المسؤولين؟ هل حضرتك شايف ان نقدر نقول ان احنا اصبحنا امام خط فاصل ما بين ما قبل وما بعد في مساله التعديات والتعامل الحكومي معها والاجهزه المحليه معها؟ لا شك طبعا يا فندم. ولو تلاحظ في الفتره العام الماضي واحنا شغالين على ازاله التعديات على اراضي الدوله واملاك الدوله المصريه وبنسترد حق الشعب، كان معالي الوزير بياكد على جزئيه ان تقوم المحافظات بحمايه الاراضي اللي تم استردادها لمنع التعدي عليها مره ثانيه وتنفيذ القانون على اي متعدي، حتى كمان المتابعه المستمره للاجهزه التنفيذيه لمنع التعدي على الاراضي المسترده مره اخرى خاصه خلال الاجازات والعطلات الرسميه. فده تكليف الجميع بيعمل عليه والجميع يعني بينفذه بمنتهى الحزم والحسم، لان ده حق الشعب المصري ان هو يرجع له تاني من البيئه اللي اعتدت على حقه. مظبوط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني دكتور خالد قاسم، يعني ان ممكن تكون الحكومه ممكن تقول لك انا مش متضرر من حاجه، خلاص يعني الميه اللي عندكم ابني على الترع، ابني على الارض الزراعيه، ابني خلاص، يعني في النهايه اللي هيتضرر انا وحضرتك، احنا اللي هنتضرر بشكل مباشر سواء في مستوى الميه واحتياجاتنا من الميه اللي مش هتكفي مع كتر التعديات، او حتى في مساله التعديات على الارض الزراعيه، احنا ولا هيجي من بعدنا هم اللي هيتاثروا، مش المسؤول اللي موجود حاليا. بنتكلم على تاثير ممكن يكون بعد 10 20 سنه ممكن كان يحصل، يعني لو ما كانش فيه تدخل من دلوقتي.